يا سعد من يرقى بحلاوة الإيمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 93 بعد 200. نتناول آيات من سورة طه. يقول تعالى وهو يحكي لنا عن سحرة فرعون: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقلنا إن العبد ممكن يذنب ويخطئ في حياته، ثم يريد الله سبحانه وتعالى له حسن خاتمة فيقول كلمة حق ينقذ بها أمة. والله العظيم يقول كلمة حق ينقذ بها أمة. في ناس كبيرة وناس من اللي كانوا مسؤولين عندهم حقائق لو قالوها ينقذوا الأمة، والله العظيم والله العظيم ينقذوا الأمة. وعن زي ما قالوا إيه، خير الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وممكن الإنسان في لحظة صفاء وإيمان يؤمن بالله عز وجل ويشهد شهادة حق فينقذ أمة ويغفر الله له، زي سحرة فرعون. دول كانوا تحولوا من الكفر إلى الإيمان إلى الشهادة، يعني حاجة غريبة جدا. بص الكلام: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. اللي يقابل ربنا مجرم، عشان كده بقول لك إلحق نفسك وتوب إلى الله عز وجل. ذنوبك كتير وغلطت كتير وماله، أنت ممكن تقول كلمة حق تنقذ أمة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وتحول السحرة إلى وعاظ، يعني ممكن تلاقي كده واحد كان مغني أو كذا وفجأة بقى واعظ. والله العظيم. وممكن المغني اللي بقى واعظ أو اللاعب اللي بقى واعظ يبقى كلامه في الشباب أكثر تأثيرا من المشايخ اللي متربية في معاهد دينية. أنت سامعني ليه؟ لأنه من ذاق المعصية أقرب إلى الشباب، لأنه هو أنا واحد منكم، أنا زيكم، أنا كنت معاكم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ربنا يرفعني وإياكم درجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. انتهت قصة موسى مع فرعون، ولكن لسه القصة ممتدة، لأنه فرعون مرضيش عن الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا في سورة طه، بيقول أنه لما ورينا بقى فرعون الآيات كلها والمعجزات كلها، وفي الآخر فرعون ما مرضيش يؤمن ولا حتى قلبه يرق. فربنا سبحانه وتعالى قال له بقى خلاص يا موسى، خد بقى بنو إسرائيل وإيه وامشوا كده بالليل وخرجوا من الأرض. موسى قال للقوم يعني خدوا يلا خدوا حاجاتكم. وللأسف الشديد يعني اليهود وهم خارجين كل امرأة يهودية أخذت من المصرية الذهب بتاعها، يعني كان زمان في سلف الذهب، تقول لها لو سمحت سلفيني الذهب بتاعك عندنا فرح بكرة وبتاع، فاستلفوا ذهب من المصريين وكانوا بياخدوه يعني استحلال حق ما خدموهم نهاية الخدمة، قول يعني أي حاجة. خدوا الذهب بتاع المصريين وهم خارجين، فخرجوا بالليل واليهود وهم خارجين كانوا خارجين بقى معاهم البقر والحمير والجاموس والمعيز بتاعتهم واخدين الذهب بتاعهم ومشوا بالليل. فلما مشوا بالليل وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر. شوف بقى ربنا بيقول إيه: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اخرجوا بالليل فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وقال له لما توصل للبحر ها ابقى اضرب لهم طريق، اضرب بعصاك قول بسم الله هينشطر البحر الى طريق. طبعا لما جم هم عند البحر وقال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص لما فرعون وجنوده صحوا الصبح تاني يوم ولقوا اليهود خرجوا جري وراهم بقى، خدوا الجنود وجري وراهم، فلقوهم وقفوا عند البحر. قوم موسى قالوا البحر قدامنا والعدو اللي هيموتنا ورانا، خلاص انا لمدركون. قال موسى كلا ان معي ربي سيهدين. وهو ده المؤمن، لما تشتد اشتدي أزمة تنفرجي، لما تشتد اعرف انها تنفرج. والله العظيم بلغة الحكماء ولغة العقلاء انت مش شايف لها مخرج، بس عند ربنا المخرج، الزراير والمفاتيح كلها عنده هو. والله العظيم.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون وبجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، مش وراه، وأضل فرعون قومه وما هدى. طب زمان ما كانش فيه وسائل إعلام، ما كانش فيه وسائل اتصالات، فقدر فرعون يضحك على الناس. لكن إحنا في هذا الزمان وسائل الإعلام مفتوحة والدنيا كلها معروفة، وبقى عندنا العالم المفتوح، ممكن يبقى فيه إضلال؟ آه، في ناس عندها استعداد للإضلال. وأضل فرعون قومه وما هدى. وأضل فرعون قومه وما هدى، يعني في ناس عندها استعداد للإضلال، الناس عندها استعداد للإضلال، يعني زي ما ربنا بيقول فاستخف قومه فأطاعوه. في ناس قال يا فرعون من فرعنك، يعني الناس يعني بعبوديتهم للفرد هم الذين يصنعون الفرعون، وانت مفروض بعزتك بالله عز وجل بتقول الحق. لا، انا رأيي في الموضوع ده كذا، لكن هو يقول كذا وكلنا نسقف، هو الوحيد اللي بيفكر وكلنا ما عندناش مخ. يعني احنا مستنين حد يرزقنا؟ مستنين حد يصنع لنا؟ مستنين حد يزرع لنا؟ يعني انت 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 رايك ايه عن البني ادم؟ والبني ادم مهما على ايه، مش بني ادم ولا هو اله؟ عشان كده فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غرقوا في البحر. مش فرعون بقى يلاقي ان دي معجزه وان دول اتشقلهم البحر ومش، لا، ما دام اتشقلهم اتشقلنا، ما ينفعش. واضل فرعون قومه وما هدى، ضيعهم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم بعد كده بقى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم. خلاص بقى محنه فرعون ضاعت ومحنه كذا ضاعت، واي محنه في الدنيا هتتفك، اي ازمه هتنفك، كل ازمه لها وقت وبتعدي. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم، عدينا بقى على سينا وواعدناكم جانب الطور الايمن. كده بقى في لقاء كده في الطور، والله سبحانه وتعالى كان يتجلى لعبده موسى ويكلمه من جانب الطور الايمن. ونزلنا عليكم المن والسلوى. لما راحوا والارض صحراويه، فربنا سبحانه وتعالى جلت حكمته ظلل عليهم الغمام بحكمته كده، عمل لهم غيامات عشان ما تبقاش الشمس مباشره، لان مش منطقه اشجار. وبعدين انزل عليهم المن والسلوى. المن شجر كده نبت بدهن كده وقشطه وعسل، ها، والسلوى طائر السمان. وجات الطيور، وجات الطيور في منطقة هبوط ولقوا طيور، سبحان الله العظيم. يعني منطقة صحراوية فجأة بقت فيها غيام وفيها من وفيها شجر زي ينبت نباتات زي القشطة والعسل، وفيها طائر السمان أو سلوى. إيه الجمال ده كله؟ لكن طبعا الناس اللي اتربت على العدس والبصل والثوم والفول والمش عارف والإيه والإيه، صعب قوي ان هم يتأقلموا مع العسل والسلوى والحاجات الجميله دي. فيقول لك لا، احنا مش متعودين على كده. وقالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، احنا عايزين ده. فهل ده كان يصلح في الارض الصحراويه؟ عشان كده ربنا بيقول ايه، ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. ده رزق ربنا، ده عامل زي الجنه، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اللي يجي عليه غضب ربنا يضيع. يعني ايه اللي يجي عليه غضب ربنا يضيع؟ انا بقول والله العظيم ان كل انسان مشكلته مع ربنا سبحانه وتعالى. لو انه هتك الستر بينه وبين ربه، ربنا هيكشف عنه الستر ويخلي الناس تقتحمه وتضربه وتحبسه وتعذبه، لانه تقريبا هتك الستر بينه وبين ربنا، فربنا شال الستر عنه. عشان كده بنقول له يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا. فاللي ربنا بيكشف عنه الستر بيتبهدل. عشان كده كان في واحد راجل كبير يعني، وفي عيل كده عمال سايق عربيه عمال يروح ويجي يروح ويجي، فقال له يا ابني ما تخلصش رصيد الستر اللي عندك. قال له يعني ايه رصيد الستر؟ قال له يعني ربنا كاتب لك هيسترك 10 مرات 20 مره، انت عمال تخلص رصيد الستر، سترك المره دي وسترك المره دي وسترك المره دي، خلصت رصيد الستر هينكشف عنك الستر، هتضيع. ان شاء الله نلتقي في العاشره صباحا والعاشره مساء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سعد من يرقى بحلاوه الايمان، ما عمره يشقى من عاش بالقرآن.